العدد الثالث في الترنيمة دي، وسط هيجان البحر والموجة والريح والخوف، بس هو ما عملش حاجة خالص غير انه قال اسكت ابكم. يعني الموضوع ما احتاجش منه يعني ينزل ملاك من السماء ويقفوا كده شوية ملايكة يعني، لا. فصار هدوء. لو ينفع تعليل الصوت سن عندي بقى كويس أشكرك جدا. أعطى صوته ذابت الأرض. حد عايز حس؟ حد عايز حس؟ حد عنده ظروف ومحتاج حس كده من ربنا؟ تعرفين لما يبقى العيل الصغير في البيت كده خايف والنور يقطع، أيوة أنا موجود، فبابا أو ماما يقول له آه أنا موجود، ما تخافش ما تخافش أنا موجود تقلقش. فالواد يعمل إيه؟ أنت فين؟ أنت فين؟ أنا اللي جاي لك، أنا جاي لك. حد شاعر ببابا وحاسس ببابا بيحضنه كده وبيخلي باله منه، أنا مستنيك أنا مستنيك ورجايا فيك. Thank you.
مستنيك، أنا مستنيك تنظر للحالة، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك.